مساء الخير صديقات وأصدقاء، النهارده مع الحكايات الستة أو الستة، اختلف الأئمة عن ريحان. وهي يعني أنا في رأيي إن اللغة العربية يعني ميزة إنها مطاطة قوي، إنها بتحل مشاكل كتير قوي. يعني الناس مش لازم تختلف، ولو إن برضه بيختلفوا ممكن تطير فيها الآية. فيعني المهم، فيعني الكتابة بتتميز، ويمكن العنوان هو يعني خلانا بادرنا بإن إحنا ندور على النواحي المتعددة في الكتابة، لأن الكتابة فيها عمق أنا شايف إن هو أعمق من القصة القصيرة، لأن الكاتب هنا نزعته الفلسفية واضحة قوي. الفلسفة ساعات يلجأ لتفتيت القضايا، يعني أنا هي تجلت قوي هنا في القصة اللي بتتكلم عن الجنون، جنون المدن، لما الكاتب يعني همر عليها بس كده وبعدين نبقى نرجع لها. لما الكاتب قرر انه يتتبع ظاهرة الجنون، او اللي هي يمكن بتتميز بها المدن اكتر من القرى، لان هنا برضو في جانب من حكاية القرية والمدينة، انه بيتحرك بين القرية وبين المدينة. لكن يبان هنا الشكل الإحصائي إن ممكن القرية يكون فيها واحد عبيط واحد أو يعني واحد بهلول واحد أو كده، لكن هو راصد هنا إن المدن تتميز بكثرة المجانين اللي في الشوارع. وده ممكن إحنا عشان أهل مدن أو إحنا اتربينا في المدن فبناخدش بالنا من الحكاية دي، لكن اللي جاي من الأرياف هياخد باله من الحكاية دي أكتر من أهل المدن. يعني كتير قوي اللي بيقعد في وسط قهاوي وسط البلد او كده، احنا عارفين يعني بيمر كذا واحد غير ان احنا نكاد عارفينهم، او ده معاد مرور فلان، او يعني انا اقصد كده يعني. فحاله الجنان اللي هو وصفها هنا اما قرر الكاتب نفسه ان هو يتحول الى مجنون، تتبع الخطوات المنطقيه، يعني هو منطق القضيه ازاي يتحول الى مجنون. يعني في خطوات هو كاتب الخطوات عددها، ان يلزم ان يحصل كذا يحصل كذا يحصل كذا، حتى ان هو اختار سكه ان ممكن اما جسده ينهار يبقى جعان او ما ياكلش او كده، ده يقرب جهازه العصبي لحاله الخلل. يعني انا بقول كده مثلا كنموذج لحاله العمق او الفلسفيه اللي في معظم النصوص، نموذج يعني. كمان جو الثوره طاغي هنا، حتى ان هو واضح انه محفور في ذاكرته بوقائع محدده، وواضح انه زي ما يكون عمل محاولات انه ينساها ومحاولات انه يهرب منها، لكن بيمر بشواهد واماكن بتفكروا بيها. عشان كده جت القصه الاولى اللي هي ليله حجز دي، باين فيها احنا طبعا تراثنا بيبقى مهتم قوي بحكايه الاطلال، بس الاطلال كما تكلم عنها شعراءنا بتوع زمان او كده كانت دايما للمحبين. هو الاطلال عنده هنا اطلال عذابات، لان اللي واضح في القصه دي ان هو مر مع بنته، وطبعا تشرفنا بان احنا لقيناها، ويجوز ان في خبايا او في ثنايا الحكايه دي ان هو حكى لها الحكايه دي وبعدين كتبها اعتقد، يعني لان هنا في جانب كده يبان انه شفاهي وبعدين رصده، ان زي ما يكون لما مر قدام اطلال هذا القسم، قسم الشرطه اللي تهد، وانا اعتقد انه يقصد هنا اسم الازبكيه، لان هو ده اعتقد يعني ممكن يكون خطا، لان هو ده اللي جابوه عليه وطيه وعملوه تاني، فممكن يكون هو مر قدامه وهو اطلال، ممكن يكون عملوا كده في حاجات تانيه، ممكن في المنصوره كمان، ممكن مش لازم في المدينه بتاعتنا يعني. لكن قريه الامن هناك اتفجرت، لان وبعدين انا بقول كده يمكن عشان هو الاسم ده بيتميز ان ليه بدروب، لان هو بيتكلم عن اسم شرطه احتجاز هنا، ليه بدروب التخشيبه بتاعته تحت، وما حدش يقول لي انت عرفت ازاي. طبعا هو وصف هنا ليله غبره، ان الثوار طبعا التجاوزات اللي حصلت ايام الثوره كتير، يعني لا حصر لها، وبعدين يعني يكفي ان بيتقال انها كانت ثوره قانونا، هيقول لك دي كانت احكام عرفيه، كانوا محتارين ان هي احكام عرفيه ولا لا. لكن هو بيحكي عن المتاعب او الماساه اللي مر بيها لما احتجز
الاسم ده كانوا اللي قاعدين في التخشيمه دول مميزينهم لنوعين، في هو سماهم الجنائيين او الجنائيون يعني، والتانيين اللي هم احتاروا في تسميتهم هيسموهم الثوار، يبقى اقرار بصحه وجود حاله ثوريه، او يسموهم الخارجين على يعني، يعني في حيره هنا في تصنيفهم يعني، زي ما يكون الدوله وقتها طبعا هنقول انه كان تخبط يعني، كانوا مش عارفين يصنفوهم زي. لكن هو اللافت للنظر هنا انه اشار لان الجنائيين كانوا متعاطفين مع العيال دول وبيحسنوا اليهم، او هم حاسين انهم يعني ما لهمش في يعني، الجنائيين دول محترفين انهم يبقوا في التخييم، لكن العيال التانيين دول اتفاجئوا بالجو ده، ففي حاله هلع. طبعا هو تفنن هنا في انه يوصف لنا حاله المهانه اللي تعرضوا لها. بس هو اللي مهم قوي هنا بقى ان اللي مسجون بشكل مفاجئ او الثوري ده بالذات بيبقى صاحب عواطف، ويعني عواطفه بتبقى ناضجه، وبالذات تذكر الام، العذابات اللي ممكن يسببها الولد اللي بيعتقل للام، يعني الام اللي بيبقى ده ابنها القريب لقلبها اللي كذا اللي كذا. فهنا هو يعني كتب يعني كتير قوي عن مشاعر الفقد، مش اللي هو بقى بيحسها، لا اللي الام نفسها بتحسها، يعني هو دخل في مشاعر الام بحيث يخلي القارئ هنا بيتكلم على احنا طبعا ايام الثوره كلنا كنا خايفين ان عيالنا يروحوا في يعني في يمشوا في المواكب دي اللي احنا مش عارفين كنا ابعادها، فكانت مشكله الكبار يعني، حتى في بعض الاجيال كان يبقوا الكبار دول كانوا بينزلوا، انا مثلا كنت مغرم قوي بثورات ايام السادات مثلا، كل الغليان اللي كانت ضد السادات انا كنت فيه، لكن لما اولادي كانوا بينزلوا في الثوره في يناير كان بيصيبني الهلع، لدرجه ان الخبساء منهم بيقولوا لي يا طب انت اشمعنى انت ميتتها بتحكي لنا ان انت ما كنت بتروح يعني، فبقت الحكايه. ولذلك ده جزء من تخبطنا احنا قدام مفهوم الثوره يعني كشعب، يعني ان احنا ملخبطانا الحكايه دي، ده موضوع تاني. طبعا هو وصف الشخصيات هنا وكان متعاطف قوي مع ولد صغير سمين، حتى هو وسمين هنا هو يقصد انه لسه خارج من حضن امه الولد محمد ده، هو وصفه بشكل ان ده تفاجئ ان هو موجود في الجو بتاع المعتقل ده او الحبس ده. وطبعا فضل يعني بيتذكر البيت، حتى هو امعن هنا في وصف العطسات بتاعت الوالد، ان كان من ضمن العلامات اللي هو بيسمعها في البيت عطس الوالد. وطبعا بيتكلم عن الولد الكهربائي اللي خدوه. ف المهم ان انهالت على دماغه هو الذكريات، ده اللي بيعزز فكره ان هو كان فايت في المكان ده هو والكتكوته بتاعته. هي دي النوستالجيا بتاعه الموضوع. واكيد هو حكى لك حكايات من دي كتير قوي اللي هو كتبها بعد كده اللي انا قلته. طبعا هو بيتفنن كمان في بعض الترصات، والترصات بالذات مع القران يعني اعتقد في صفحه 30 هنا هو طبعا هو بيتصرف في التناص، ما بيجيبهاش زي من جوع وامنوني من خوف، طبعا جوع امنوني من خوف يعني دي كده. فهي طبعا القصه مهمه وكانها هي مقدمه لل بعد كده جو الثوره اللي هيجي في بقيه النصوص، يعني في بقيه النصوص موجوده الثوره. لكن كمان في حساباته للزمن هنا مش مرتبطه بشكل خطي، لان هو بيتعمد ان هو يبقى بيحكي وبعدين يفتكر حاجه فممكن يرجع تاني او كده، بس بنعومه يعني، هو ما بيفاجئش ما بيفاجئناش يعني، هي بتيجي منطقه كده نحس ان هو هنا هتبتدي تهاجمه النوستالجيا او مثلا. هو بيعمل ساعات حاجات يعني اللي هي اللغه بتساعد على كده يعني، المدينه اللي هي في العراق صفحه 33 ما اتكلم عن المدينه اللي هي اسمها جنين فلسطين باين ولا ايه، ما لا هو بيتكلم عن سقوط بغداد لكن جاب سيره المدينه اللي في فلسطين جنين، وخد المفرده لكن لما هنكتبها تبقى جنين وجنين. ف
فهي دي اسمها ارتباك يا دكتور باين اسمها ايه؟ لا جناس 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 ناقص وكامل وتام هو ده تام فهو فهو خد ال خد ال خد ال خد المعنى هنا بتاع ان ما يحدث معانا يعني من قبل الغرب وديك شايف انت اللهم اضرب الظالمين بالظالمين لو هم بيضربوا بعض دلوقتي بس طبعا هم بيضربونا بيضربونا بمزاج بوتين دلوقتي بيحكي ان ضرب اوكرانيا برشاقه في مراسل استخدم كلمه رشاقه وفعلا يعني يعني هو ضرب خط الكهرباء اللي داخل تشيرنوبل من غير ما يضرب تشيرنوبل لما طبعا ما بيجوا بيضربونا لو هي نفس الاسلحه دي هيوجهونا ناحيه هيمرضونا المهم فانا انا بتكلم على التداعي اللي المفرده دي خليتها في دماغه ان هنا عشان كده جاي سيره العراق يعني هو الفقره دي باديه من الهجوم على العراق البهدله اللي اصابت العراق لكن كمان هو راح مكمل وراها على ما يحدث في فلسطين اللي هي في جنين اللي هي بقت جنين اللي هي مساله الامعان في حتى هو الممرغات بايادي الجنود اللي هي المهانه اللي بتلحق للشعب وبالذات هو مركز هنا على المراه حتى هو يعني اشار اشاره هنا تبان ان 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 الفعل اللي هم بيعملوه معانا فعل يعني يعني سافل يعني او كده وطبعا في جماليات هنا بيقول استسلام شعب استساغ طعم الصمت يعني انت بتوصف هذه الشعوب اللي متحمله هنا بان هي بقى الصمت بالنسبه لها حاجه مستساغه يعني هم مش واخدين على الثوره والتناقض هنا بيبقى واضح في ان بينما انت اتكلمت عن ثوره لكن جيت تتكلم على مكان تاني يعني هو صامت او كده طبعا في اشاره هنا لقصه حب بس فاشله ان هذا الولد اللي هو بينتقل واضح انه بينتقل من المدينه فيروح للريف ليه حبيبه لكن اللي واضح ان في ولذلك في جزء يبان في تكثيف شعري هنا يعني زي ما يكون في كتابه كان ممكن تبقى شعريه يعني انه وصف ازاي بينما هو بيراقب الحبيبه من خلال قالب طوب في سينا كده مشهد هو وصف مشهد ان من جدار بتشال منه قالب طوب فهو شايفها وهي بتستقبل الخطيب الجديد طبعا ده معناه ان هو يعني فشل في حاله الحب في جنون المدن كان هو يعني الكلمه المشهوره بتاعت الراجل اللي اسمه سارماجو اما بيقول ان ربنا خلق المدن خلق القرى لكن الشيطان اللي خلق المدن يمكن هو ده اللي بيخلينا نفكر ان اهل الريف الناس عارفوا بعض عائلات وليهم تقاليد وحاجه محكمه ما يقدرش يخرج عنها او كده لكن اما بينزل المدينه حتى المثل السائد عندنا بدل رحت في المدينه ومحدش عارف بعض ومش عارف يعمل ايه ويجري وكده يعني المثل الشائع وكل الناس بتتكلم الشائع عشان كده هو هنا واضح انه زي ما انا قلت في الاول انه كان بيمنطق حاله الجنون هو راصدها في المدينه وبعدين قرر انه ده مش كده وبس ده عمل لنفسه مدرسه او اسماها مدرسه لتعليم الجنون واختار منطقه يعني قاحله كده او منطقه مهجوره خلف محطه هتبقى ده المكان اللي هو هيمارس فيه جنونه او وصوله في مدارج او في مدارج الجنون الترقي ده ومش كده وبس ده هو كمان يعني زي ما يكون عامل فرصه لان يبقى ليه تلامذه يعني ان كمان هيتبنى يعني هيبقى ليه اتباع يعني مريدين ولذلك هنا القصه دي يعني مقسمه لاجزاء ساعات هو ما بيعمل حكايه اجزاء دي انا اتخيل انا اللي في قصه قصيره بيعمل اجزاء بيبقى عايز يعمل مزيد من التوضيح هو هنا ما بيجزأ وده عمله هو في كذا قصه بيمعن في الغموض يعني عكس ما انا متصور ان هو يعني عايز يوضح لي حاجه لا ده اما انه بيضيف شخوص ثانيه او انه بيخلي الحكايه غامضه فجاب سيره هنا شخصيات كانه بيرصد حالات من الجنون مثلا شخصيه بيربش
واحد اسمه بيمشي. طبعا هو ده ممكن واحد غير سوي، لكن هو بيرصد من جنونه ده المعاملة السيئة للناس لهذا الشخص، حتى انه وصف واحد تاني مجنون باشا، باشا بس مجنون، الراجل اللي حافظ الارقام وبيطلع درجات سلم او كده، لكن هو بيمعن في انه يوصف لنا شكل المجانين اللي في المدينة، وكأن في بالمقارنة هو في دماغه البهلول بتاع القرية اللي هو بيبقى الناس عارفاه، ويكفي ان هو بيبقى واحد بس، يعني مش 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 عدد، يعني احنا في المدينة يكاد في كل شارع او في كل حي او كده تلاقي اكتر من واحد، يعني مسألة معتادة في المدن. في المراقبات دي بس كمان اللي يلفت النظر هنا ان هو اتكلم عن المجانين باعتبارهم كلهم رجال، يعني هو كويس ان هو حسن الفعل، يعني عنصرية حسن. بس انا بيتهيألي بيبقى فيه في لا في تحيز، لان يعني في اماكن انا برضو واخد بالي من حاجات يعني، بس ما قررتش ان انا اكتبها، لكن في اماكن بيبقى فيها يعني واحد فيه يعني ست عانت. بس طبعا هيكون السبب في كده في وراها رجل، يعني في واحد جننها فخلاها لا عشان بس في قصه اللي هي بعنوان ابتسامه الصباح، دي قصة يعني لا تخلو من براءة، يعني في وسط الخضم التلميذ المهذب، وهنا بقى في مشكلة لغوية، يعني الدكتورة فاطمة هي اللي حلها لنا دي، حكاية التعليمات اللي بتلقى، يعني أنا واحد من الناس عشان ببقى في المدرسة وبفوت ساعات أتلصص، أنا في القسم السنة وفي المدرسة، بس بحب أتلصص على بتوع الحضانة وذات بدايات اللغة، شغلاني أوي الحكاية دي سواء مع أحفادي أو في الاماكن اللي هتعلم اللغه. فمثلا حاجات كتير، يعني انا باخد بالي حكايه اللغه العربيه دي بالذات دي مش لغه واحده، دي مصيبه كبيره، والعيال الصغيرين بيتظلموا فيها، يعني الواد اللي جاي من حضن امه بيسال صاحبه يقول له اسمك ايه يا ياض، اسمك ايه يا ياض، ما دي لغه اهي، اول ما يخش الفصل ما اسمك وتدخل او تدخل مدرسه يعني صغيره وغشيمه وبريئه هي مش فاهم حاجه بتقول له ما اسمك، الصغير ده يعني ده مخه بيفهم ان زي ما تكون دي لغه تانية، ان هو في مدرسه لغات ده بيعلموه حاجات تانية، فما اسمك دي يعني احنا قدام لغه تانية، وبعدين عايزاه يرد برضه فيقول كذا، وبعدين بيبان العيال الصغيرين دول اصل عينيهم بتبقى كاشفه لكل الزيف ده كل اللخبطه دي، هو مش فاهم، وبعدين بتبتدي الدروس الخصوصيه من حضانه، لان هي المدرسه دي هي كمان فعلا هي معلوماتها عن اللغه العربيه معلومات بحره جدا، بس هي قالوا لها تقولي كده، فالمساله الولد اللي هو كان اتكلم عنه هنا، انا اعتقد ان الحكايه اعمق من ما هو قال كده، ان الراجل قال له بتاع التربيره دي الجري في المحل، هو كلمه المحل المفرده دي بالنسبه له المحل، يعني المحل هيشتري منه كذا او كده، يعني التخريجات من كلمة المحل دي مشكلة كبيرة، ان الواد مش عارف يفهم المحل دي، وبعدين مصيبة نوع في ايد مدرس نادر كمان من ورطة راح لطشه، طبعا اصلا المفروض ما يحصلش كده، يعني المهم ان الواد فضل يعني متربص، وبعدين اتصرف بذكاء مصري بقى صميم، انا ده اللي عجبني، انه الاول استقطب جماعة الفصل ازاي، هو واضح انه ده طالب جاي من بلد عربي او جاي من مستوى تاني او كده ومعاه شنطه شيك وملابسه وكده، انا مش عايز ابقى بحكي الحكايه اكتر منها، بس انا عجبني الخطوات المنطقيه ان ووصف حاله العيال في الفصل، ان لما فتح الشنطه اللي مليئه بالخيرات واضح انه جاي من بيت ناس مسيرين، فالشنطه العيال سالوا عمهم على فأصبح صاحب شعبية في الفصل، إن العيال بقى هو يطعم الفم وتستحي الإن، وطبعا الإشارة هنا يمكن لحكاية المواد التموينية اللي بتتوزع بطريقة أخرى أو يعني كأن هي
فالولد ده بقى زعيم عن طريق بطون العيال جماعة الأقران، أو التربية بيسموها جماعة الأقران. فده أهله نفسيا إنه يقدر ينتقم من المدرس ده. فكانت النهاية الدرامية إنه زق الراجل كعواره على السلم، والراجل حب ينتقم منه، أم فوجئ بإن الشعب جماهير الشعب، وكأنه امتداد للحالة الثورية اللي في المجموعة هنا، بس دي ثورة الصغار يعني محددة بسن، اللي هو يعني استقطب العيال. في حتة فرويدية قوي هنا بتاعت جامع البنس دي، إن حكاية انا البنوته اصلا ما تراقبني يظهر انها اريا جامع البنس دي، بس هي هي كده معلوماتها هتزيد عن عالم الذكور، فانا مش عارف اقول لغايه فين يعني. ان في عقده، في عقده، انا هي المجموعه كلها قبل ما تبدا، ما في اريا، بس احنا بنتكلم على بين السطور اصلا. ان من ضمن عقد الذكور اقتناء الحاجات الخاصه بالنص الاخر، وساعات بتتطور لحاجات كتير. وكان في فيلم، مهم بقى اكيد شفتوه، الراجل بتاع الحبلان ده والبتاع ده يعني، ف وجيلان صلاح الدين ده بجد كان وجيلان لا المهم انا اقصد وحاجه تانية مهمه، اما اتعمل مزاد دي في مجله لايف امريكيه بعد ما ماتت الحاجه مارلين مبروك، حاجه بحبها قوي يعني، فاتعمل مزاد لبيع ملابسها من غير تفاصيل. تمام. وكان ايامها الشرابات، اصل جاله لايف صورت مصيبه الشرابات اللي بكليبس دي ليها ميكانيزم تاني او مش عارفينه يعني كده. فالمزاد يعني القطع دي اتباعت بالاف الدولارات يعني، مش فاكر كام يعني، عدد مشهور في جاله لايف يعني، هي المجله وقفت عموما. هنا الولد ده يعني بيجمع البنس، بنس الشعر. وطبعا هو هنا انا اعتقد انه بيتكلم على يعني على المجتمع زي ما هو شافه، لان هو الاشاره هنا ان المجتمع ده البنات فيه بيلبسوا اشارات، فالبنسه وقعت من تحت الاشاره. طبعا لو كان قبلها بعشر سنين كانت هتبقى البنس دي بتبقى في الشعر بين بتقع لوحدها عشان ما فيش شرب يعني او كده، لكنه ليه مغامرات بقى وليه شقه الكهف، او سماها الـ المغاره، سماها المغاره. وبقت الحيله كلها هنا في في في, في نزعه التواضع عنه، اللي هو اما ينظف الشقه فجاب واحد هو فضل بيحاول اغماض حكايه هذا الشخص اللي هو جابه الاسمر اللي ساعده في التنظيف، وبعدين نشأت بينه وبينه صداقه يعني، هو استضافه واكله وشربه كده، الا ان هذا الشخص اضر بالميراث بتاع البنس بتاعه ده وخلصه منه يعني، تخلص منه. وطبعا في السكه بقى هو عمال يحكي عن مكان هذه المغاره او هذا المكان يعني، وانه اعتقد دي من القصص المبكره قوي، واضح انها مكتوبه مبكره يعني، كنت انت لسه يعني في مرحله المغامرات او كده، لان في اشارات هنا الكلام ده مش للتسجيل وما يتقالش لحد. ان كان لا انا ولا هي، لانه كان بيتلصص يعني من الشباك على الجرس على اي حد. حكاية الصعود للأمام دي، وأنا حسيت إنها عاملة زي بتقول الصعود للخلف أو كده، هو بيتكلم عن الجهاز الحكومي يعني، البيروقراطية بتاعتنا. وطبعا هي اتكتبت كتير المسألة دي، لكن هو هنا بيمعن في إنه يبين شكل الموظفة، إنه اختار الموظفة دي منقبة يعني، هو مش شايف وشها، لكن هذا النقاب ما خلاش يعني مثلا تبقى يعني اكثر صبرا على المواطن مثلا، او تبقى مثلا عندها نزعه حنوه شويه باعتبار ان هي صاحبه مبادئ يعني، لا دي هي تفننت في انها تعذبه. وطبعا بيوصف بقى المصلحه الحكوميه الاسانسير الاول
وبعدين المدير، وبعدين هي بتكلموا على حكايه ان في اختام، بس هي عايزه الاختام اوضح. فيعني يعني المشاوير اللي هو فضل يعني هو هنا في صفحه 71 بيقول لنا ايه؟ استنى انتظر. هو بقى الانتظار عنده عشان النزعة الفلسفية الموجودة في المجموعة هنا، الانتظار عنده هو قرر انه يخترع لنفسه قضية منطقية انه يقعد يفكر فيبقى بيشغل وقته. المنطقة دي هو كاتبها بشكل بديع، يعني بيقول ايه؟ بيقول فكرت عميقا في صديقتي الجميلة. طبعا هو في اول الفقرة دي بيقول ايه؟ انه عرف ان انا انتظرت كما اشارت، انتظرت صبرت، تأملت كثيرا، دربت نفسي سابقا على الانتظار والصبر. يعني هو هنا بيلخص المواطن المصري الصبور اللي هو اقعد استنى هنا استنى هنا. طب اعمل ايه؟ هو بقى قرر ان هو يشغل نفسه، اتأمل حذائي او اتعمق بناظري في بلاط ارضي او ارض او سقف معلق، لم يذهب انتظاري لها بلا جدوى. فكرت عميقا في صديقتي الجميلة، في وجهها الاصفر الشاحب وبسمتها الملتفه، وفي بدء تساؤل. واضح ان هو عنده مشغوليات، يعني الانتظار بالنسبه له مش مساله قاهره يعني او كده، لا ده واضح ان هو وصف لنا وكانه يعني ليه فلسفه في الانتظار. من القصص اللي مهمه قوي حادثه بديعه الخياطه وحواليها دي خليها لي بقى. طيب خلاص يبقى الدكتوره هتتكلم عن حادثه بديعه. في رومانسيه مهمه قوي عنده، التروسيكل الاحمر، وطبعا واضح انه واخدها من الحصان الابيض بتاع الشاطئ بتاع الف ليله، بس طبعا لكل مقال مقال ان تحول الى تروسيكل اللي هو قصه الحب اللي ممكن تنشا بعفويه كده للولد اللي بيسوق التروسيكل والبنت البسيطة اللي بتشتغل في محل عصير قصب. وهو طبعا وصف ازاي ان هي عشان اذا طول الوقت في المية ففي خشونة، وبرضو تسلل لمشاعرها، وازاي ان هي بتحاول تجتهد تجيب ادوات وحاجات عشان تخلي ابنها زي ما هي متصورة. طبعا في صدام هنا بقى الشهامة، انه دخل في صدام مع الحكومه عشان واحده بيعه، فكانت النتيجه يعني الصدمه اللي صدمها للقارئ ان البنت واقفه تنتظره لانه هو راجع بياخدها بالتروسيكل، قام اللي جاي راكب التروسيكل الحكومه، الصول التخين ابو كرش هو اللي جاي لها. طبعا هي تبقى دي بس ذكر الصول بقيت النوستالجيا زي يعني هو دايما عنده حاله الحنين دي الزبادي برضه خليها لي طيب. الزبادي هو بس الاشاره اللي مهمه قوي فيها هنا بيوتنا زمان. طبعا ممكن الجيل الحالي ما يبقاش عاصر الحكايه دي، وازاي يعني انا عجبتني قوي البراعه بتاعت ستاتنا امي يعني مثلا في حكايه استهلاك الطاقه، ان اللمبه الصغيره اللي بتدبس الفول تتحط في مكان تبقى هي منوره الصاله مثلا عشان الاولاد اللي خايف من عفريت واللي قايم رايح الحمام في الليل او ده، تبقى هي منوره المكان. انت كتبتي عنها السهرات، انت كتبتي عنها وفي نفس الوقت هي اللي بتخلي المايه دافيه عشان التخمر بتاع الزبادي. يعني ازاي ان الام دي كانت فاهمه الخميره اللي هي ساعات بيسموها يعني اسم علمي يعني مش لازم دلوقتي يعني بيعلموها للعيال كده بالاسم ده، فالعيال ما بيفهموش ان هي دي الخميره بتاع طبعا. فلكن ازاي هي المساله واضحه في ذهنها ان عشان تكتمل العمليه دي لازم، وهو نفس القدر البسيط من الطاقه اللي هي بتاع الجاز دي. في قصه بقى بشعه اللي هي حادثه بتاعت صباح دي، يعني هي بتوصف حادثه او ماساه البنت اللي اتربت في مجتمع ذكور وانشات حظ ان هي العيال صبيان والراجل مش مظبوط او كده. ف طبعا هو هنا كان مضطر يتكلم عن مشاعرها هي، فالبراعه هنا القصه محكيه من عينيها هي، اللي شايفه، فشايفه الاب الجائر ده. وبعدين بقت حادثه
وبعدين هي هو 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 في الاول خلانا مش عارفين ان الراوي هنا هي يعني البدايه في الاول خادعه ان زي ما يكون الراوي هنا حد من العيال وخلاص، لا اتضح انها انثى فاختلفت المشاعر. يعني هي لو كانت في وسط الغابه اللي مليانه ذكور دي كانت هتبقى زيهم، لكن هي ليها مواصفات خاصه. والحيل اللي عملتها بقى بعد كده عشان تهرب من الجو ده انها تحاول تشتغل تنفصل، تحاول تبقى مستقله. وطبعا بان هنا كمان قسوه المجتمع اللي بيتلقفها، فهو كمان بيواصل تعذيبها وكانها خرجت من دايره عذاب صغيره لدايره تانية اوسع. بالتالي دي من يعني من اهم القصص اللي في المجموعه. وبعدين في اشارات هنا لان مشي الزمن بيها لما بقت سنها كبير بمقاييس مجتمعنا يعني، لكن هي عايزه تنفصل، عايزه يبقى ليها بيت، عايزه يبقى ليها رجل او كده، الى ان وصف لنا ان في جريمه، في حادثه في الحكايه. وان كان هو ما بررناش يعني مثلا يعني هل في مخدرات في الموضوع، في عصبيه زي ده، في حاله مرضيه او كده، ان ازاي الظروف دي هي كانت عامله بشكل. في اخر حاجه انا هتكلم عنها هي القهوه مانو دي. اميز حاجه في القهوه مانو وصف استعداده للكتابه، دي انا عجبتني قوي، اللي هي صفحه 137 بيقول: لم تترك لي الامي فرصه لاكمل فكره او اعاود خاطرة، ربما تكون بذرة مثمرة، فابتلعت قرصين من الكيتوفان وقرص بنادول، ثم غليت كوب شاي أسود، ربما أستعيد رأسي مرة أخرى. أمسكت قلمي مخططا مكعبات ثلاثية الأبعاد فوق غلاف كشكول الملون، ثم مجربا وضع سن القلم فوق أول الورق، ربما يكتب وحده. شوفوا وصل الهاجس لغاية أحط يشوفوا هو يكتب. ما اختزنته أصابعي من إشارات طالما أرسلها عقلي لها، كانت أصابعي تضغط القلم فيكتب كلمات لا صلة بينها، لا تكتمل عبارة أو تنجو جملة من طرق مستمر يفتتها، فتظل كلمات متناثرة بلا رابط تسير حواسي أكثر، فأغمط عيناي ضاغطا جفوني في بعضها. واحد بيتعذب عشان عايز يكتب، وطبعا لو كان فاتت الفرصة كان كنت كملت انا باقي هنا، ان يعني هو بيكملها بس بشكل تاني. يعني انا اقصد ان هو هنا في مطب تاني مع بائع الطماطم، برضو مطب تاني لغوي، ان بياع الطماطم عايزه يكتب يكتب معا بالنون، معا ميم عين نون، يعني بياع الطماطم عايزه يكتب اليافطه زي ما هو بياع الطماطم عارفها. فهو اتفاجئ انه كمان متسلط عليه، يعني بياع الطماطم متسلط عليه عايزه يكتب. ده من الحاجات اللي مهمه قوي في طبعا في اشاره هنا برضو في قهوه مانو دي، في اشاره بشعه ازاي الجماهير هجمت على عيل بره، يعني برضو خيال الثوره ما بيفارقش دماغه حتى هو في كل ظروف الكتاب. اخر حاجه بقى ريحانه دي عشان بس الجانب اللي فيها مهم قوي، حكايه جانب تقسيمه المجتمع. يعني ريحانه دي عامله تكون بدويه، وما يكون الكلام ده في الريف، البداوة اللي جنب الريف دي بتبقى عامله زي الغجر. وطبعا هو وصفها هنا بشكل انها بتقوم بحاجات الفلاحين شايف انها اعجازيه، انها ممكن تعالج، لان في هنا اسره عند او الست عندها. لكن الوصف بتاع مكان الشجره والمسجد اللي جنبها والسكن، وبعدين مجزأها هنا بحس حكيها من كذا عين، يعني مرة بياع الفاكهة ومرة عم حسن. وعم حسن ده هو وصفه وصف أقرب للصوفية، صحيح. إنه راجل بيعزف على ناي، وهو حاول هنا يوصف لنا صناعة الناي دي، إنه هو عمل الناي من البوصة ودخلها الفرن عشان تنشف، يعني حاول يحكي الحكاية دي. وبقى عم حسن ده بعد كده لأن جاء موظف
بقوا دول اللي هيبقوا شهود على وراثة ريحانة. طبعا هو أمعن في وصف ريحانة هنا بشكل يبان زي ما تكون حاجة أقرب للخرافة يعني، أو حاجة فيها أسطورية ظهورها هي وهو وامها وبعدين إقامتها في المكان وكده. يعني هو بصفة عامة أنا يعني استمتعت بالمجموعة وكتبت عنها حاجات كتير قوي، فيعني نبقى نتكلم عنها ممكن تاني إن شاء الله. شكرا.